وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم من هنا، من هذا الميدان الذكي، من ميدان المرموم، تحفة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، لينطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، آخر مجسمات مهرجان فارس الخليج. هكذا ينطلق هذا الشوط، وينطلق شوط الكبار وشوط الزمول، والمسافة هي 8 كيلومترات لتتراقص هذه الزمول بهذه الشعارات التي أتت من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المحفل. أذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. يتقدم في هذه اللحظات من يتراقص على الصدارة ويتربع على المركز الأول. اللي مع المركز الأول حتى هذه اللحظة من واقع الشعار أنه شعار المسند، يتقدم في هذه اللحظات عبد الله بن أحمد المسند، من يقدم لنا شمشون في هذه اللحظات. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع مقدمة الشوط يقدم لنا في هذه اللحظات شمشون مع مقدمة الشوط. انتقل مباشرة الى المركز الثاني، القادم شاهين مع المركز الثاني، خلفان بن محمد بن خلفان الغفلي مع المركز الثاني. نقلتنا مباشرة الى المركز الثالث، القادم ذيبان وعلي بن سهيل بن علي المزروعي القادم مع المركز الثالث، بينما نقلتنا إلى المركز الرابع ويتقدم في هذه اللحظات. والمنطلق هنالك من واقع هذا التقدم الجميل العارض وعلي بن سعيد بن محمد الخاطري مع المركز الرابع، ونقلتنا إلى المركز الخامس ليتقدم شعار البطين طالب بن عبد الله البطين، من يقدم لنا مبلش مع المركز الخامس. هكذا متابعين الكرام نداؤنا للخمس المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة مع المجموعة الأولى. الخمس المراكز الأقرب حتى هذه اللحظة إلى المجسم بينما نقلتنا إلى المركز السادس. في هذه اللحظات تذكرنا بأنه مبلش مع المركز الخامس، كان هنالك مبلش، ولكن اللي على الجانب الآخر المتقدم والضاع في هذه اللحظات المنطلق والمتقدم سعيد بن راشد بن غدير المتقدم مع وضاح المركز السابع. هنالك مصيحان محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي. هكذا متابعين الكرام أمور هذا الشوط، والمجسم مجسم هذه المهرجان ومجسم لهذه البطولة. هكذا متابعين الكرام أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى شمشون اللي ما زال متصدر، اللي ما زال مع المركز الأول يتراقص بشعار ناصر بن عبد الله المسند مع المركز الأول. يقدم لنا شعاره ويقدم لنا شمشون، وشعار اعتاد على النواميس، اعتاد على المراكز الأولى. النقل المباشرة إلى المركز الثاني، يتقدم في ثاني المراكز شاهين خلفان بن محمد بن خلفان الغفلي مع المركز الثاني. يتقدم الغفلي، ولا تغفلون عن الغفلي، لا تغفلون عن شوط المجسم. بينما النقل إلى المركز الثالث، القادم والضاح المنطلق من أجل النجاح يتقدم في هذه اللحظات، ويتقدم هذا الشعار الذي يعرف الرموز جيدا، يتقدم مع وضاح
ومالكي وضاح سعيد بن راشد بن غدير المركز الرابع. القادم مع المركز الرابع هنالك العارض وعلي بن سعيد بن محمد الخاطري، بينما المركز الخامس وصل في هذه اللحظات المتقدم مصيحان محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، وايضا المندفع والمتواجد ذيبان علي بن سهيل بن قاشوط المزروعي، وايضا شعار البطين من يقدم مبلش ويا بلشتكم من مبلش المتقدم مع طالب بن عبد الله البطين الذي يطالب بالناموس، وايضا القادم هنالك الواصل في هذه اللحظات الذيب وناصر بالعوض المنهالي المتقدم مع الذيب، وايضا شعارات قويه، وهنالك مكلف وعتيق بن مطر بن حسن القبيسي. هكذا متابعينا الكرام النداء لهذه الأسماء أنهيها مع شعار سعيد بن سيف بالقديدة المتقدم مع المركز العاشر. أعود إلى شمشون، أعود إلى هذا البطل التاريخي الذي ما زال متصدر مع المركز الأول الذي يستعرض هنا عضلاته، وهذا الاسم لشمشون أحد أبطال القوة. الآن يتقدم بقوته الضاربة، يتقدم شمشون، يتقدم بقوة شعار المسند مع المركز الأول، ما زال مسيطر، ما زال متحكم. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يبحث عن الانتصار. المركز الثاني، القادم مع المركز الثاني هنا المتقدم مصيحان محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، مع المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات القادم ذيبان علي بن سهيل بن قاشوط المزروعي، مع المركز الثالث. المركز الرابع المنطلق والضاح سعيد بن راشد بن غدير، مع المركز الرابع. المركز الخامس القادم هنالك بشعار القبيس المتدخل في هذه اللحظات، والمنطلق والمتقدم مكلف وعتيق بن مطر القبيسي، ايضا شاهين خلفان بن محمد بن خلفان الغفلي، ووصل في هذه اللحظات. وصل خداع محمد بن نابت بن خيلة، وصل في هذه اللحظات. والمسند ما زال ما في حيلة حتى هذه اللحظة، يقدم لنا شمشون اللي ما زال يتراقص، ما زال يتراقص، يرقص طربا وحبا من أجل الناموس مع المركز الأول. ما زال المتحكم، ما زال الأقرب لذلك المجسم، المجسم الغالي. وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ما زال مع المركز الأول والمركز الثاني. الله يا بن خيلة، يا بن خيلة يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا خداع محمد بن نابت بن خيلة، مع المركز الثالث. المركز الرابع المنطلق هنا مصيحان محمد بن عبد الله المحرمي، المركز الرابع المنطلق مع الجانب الآخر والواصل في هذه اللحظات شعار علي بن حمد بن جار الله المري، هو الواصل وهو المتقدم. ووضاح ايضا يتحرك، وضاح سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. ولكن نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول، الى المركز الاول، الى شعار المسند. المسند اللي ما زال مع المركز الاول. روح يا ناصر، يا ناصر يا المسند، المجسم يقترب والزمول تصل في هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني خداع مع المركز الثاني محمد بن نابت بن خيلة، مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم برلنت مع المركز الثالث علي بن حمد بن جار الله المري. يا بو
يلي وصل، وصل نشوان علي بن خليفة الرميتي 1200 وروحت، 1200 وروحت، والمسند المسند ما زال مع المركز الأول، وشعار بالكديدة أيضا قادم، سعيد بن سيب الكديدة مع وشام، والأم هنا وشام، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، إلى الكيلو الأخير، إلى الكيلو الخطير، كيلو العضلات يا شمشون، ما زال مع المركز الأول، ما زال المتحكم، ما زال ناصر بن عبد الله المسند مع المركز الثاني، المركز الثاني، وشام مع المركز الثاني، ينطلق بالكديدة مع المركز الثاني، سعيد بن سيف بالكديدة، المركز الثالث خداع محمد بن نابت بن خيلة المجسم الأخير في هذا المهرجان، في هذا المهرجان، في مهرجان فارس الخليج، من يكون فارس للزمول، من يكون البطل، ما زال شمشون، ما زال شمشون هو البطل، هو البطل في جميع الرياضات، هو البطل، واليوم شمشون يتلاعب بالأمتار الأخيرة، ناصر بن عبد الله المسند مع المركز الأول، مع المجسم، مع المجسم، مجسم مجسم البطولة، هو اللي شال حزام البطولة، شمشون شمشون، وهو من يحصل على هذا المجسم، والسلامات إلى الدوحة، إلى الدوحة، إلا الأمتار الأخيرة، أجمل لوحة يا المسند، روح روح يا المسند، اللحظات الأخيرة، المجسم، ولكن سلام للأشقاء في دوحة الخير والمحبة والسلام هنالك في قطر، تهانينا لناصر بن عبد الله المسند على فوز شمشون في المركز الأول، وانتزاع المجسم، المركز الثاني وشام ملك السعيد بن سيب الكديدة، المركز الثالث خداع ملك محمد بن نابت بن خيلة، رابع المراكز الذيب ناصر بن عوب المنهالي، خامس المراكز وصل من يحمل رقم 10 الفائز ملك عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، هنا التوقيت الزمني لحظة وصول شمشون وانتزاع المجسم 13 دقيقة 14 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهانينا لناصر بن عبد الله المسند على هذا الفوز، بينما المركز الثاني منهت مع المركز الثاني بشعار سعيد بن سيف بالكديدة مع وشام 13 دقيقة و15 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني، بينما من وصل مع المركز الثالث خداع ملك محمد بن نابت بن خيلة، وتوقيت الزمني 13 دقيقة و16 ثانية و8 أجزاء من الثانية، تهانينا للجميع والناموس.